طيب جماعة، السلام عليكم. إحنا اليوم في مساق تصميم برمجة مواقع 2. طبعا كان في تصميم برمجة مواقع 1 أنتم تعرفتوا على مبادئ أو أساسيات الـ HTML والـ CSS ومقدمة عن الـ PHP. في الفصل الثاني، في الفصل الأول رايحين نستكمل تصميم وبرمجة مواقع 2. طبعا المساق هذا بيهدف الى تعليم الطلاب، او رايحين نتعلم من خلال المساق هذا تصميم وبرمجه الصفحات الديناميكيه. شو يعني الديناميكيه؟ يعني فيها تفاعليه، يعني مش حتكون صفحات ثابته زي اللي تعلمتوها في الفصل اللي فات، لا، حتصير تتغير البيانات حسب اختيارات المستخدم. يعني على سبيل المثال قال له اعطيني كل الطلاب فقط، كشف بأسماء الطلاب، مش هجيب الطالبات، يبقى أصبح أنا في تفاعل، المستخدم اختار نوع الطلاب، بالتالي عرض البيانات حسب الاختيار تبع المستخدم. طبعا هذه ما بتتمش إلا من خلال إيش؟ لازم يكون موجود عندي قاعدة بيانات وبرمجة سيرفر. برمجة السيرفر هذه بنسميها إيش؟ برمجة صفحات الإنترنت الديناميكية أو التفاعلية. طبعا احنا في التخصص او في المساق هذا رايحين نهتم او نركز على تصميم الواجهات الخلفيه اللي هي بنسميها الباك اند. الباك اند هذه اللي هي برمجه السيرفر، لكن ال HTML وال CSS والجافا سكريبت هذه كانت بنسميها الفرونت اند، البرمجه الاماميه او تصميم الواجهات الاماميه فقط. انا بدي افرجيك الاشكال اللي بدنا نعرض من خلالها البيانات. طبعا في المساق هذا راح نغطي مجموعه كبيره من المواضيع الاساسيه والمتقدمه ايضا. راح ندرس شو يعني البرمجه الديناميكيه، شو يعني برمجه تفاعليه من خلال لغه برمجه البي اتش بي. طبعا في لغات عديده، ولكن من اشهر اللغات البرمجه الموجوده حاليا لغه برمجه البي اتش بي، منتشره بشكل كبير، عشان هيك احنا رايحين نتعلمها. طبعا رايحين نستعمل بعد ما نتعلم اساسيات البي اتش بي، رايحين نستعمل في حاجه بنسميها اطار عمل لارافيل. ايش هذا اللارافيل؟ اللارافيل هذا عباره عن اطار عمل او مجموعه من الدوال الجاهزه، اللي بتتيح لي العمل بطريقه سهله وسريعه في العمل، بتسرع العمل وبتسهل علي الشغل اللي موجود. طبعا بعد ذلك راح نشوف كيف نتعامل مع قواعد البيانات من خلال نقل البيانات بين الصفحات، يعني انقل البيانات من الصفحه الاولى للصفحه الثانيه، وبرضو استرجعها من خلال قواعد البيانات. يعني موجود عندي بيانات في قاعده البيانات، اعرضها للمستخدم، اخليه يعمل اضافه، اخليه يعمل تعديل، اخليه يعمل حذف، من خلال ايش؟ حاجه بنسميها النماذج اللي انتم تعلمتوها في الـ HTML 5، اللي هو كيف نبني الفورم. الفورم هذا رايحين نخلي المستخدم يعبي البيانات من خلاله، بحيث انه ايش؟ اقول له ابعث البيانات على السيرفر او رجع البيانات من السيرفر. وبرضه رايحين نتعلم اخر شغله او اخر مفهوم اللي هو امن وسلامه البيانات. شو يعني امن وسلامه البيانات؟ انا بدي اتعلم كيف احمي البيانات عندي اللي موجوده وين في قاعده البيانات. بدي احمي البيانات هذه من ايش؟ من التعديل الخطا، من الحذف الخطا، من الاضافه الخطا مثلا على سبيل المثال. كيف؟ انه اخصص البيانات هذه مين له صلاحيات يفوت على البيانات هذه، هو اللي بحق له يشوفها، هو اللي بحق له يعدل عليها، انما اي شخص ثاني مش مسموح له انه يضيف او يعدل على البيانات هذه. يعني على سبيل المثال انتم كطلاب في الجامعه، كل واحد بفوت على الصفحه الشخصيه تبعته او صفحه البورتال الخاص به في الجامعه، كل طالب هل بيقدر يشوف بيانات الطالب الثاني؟ طبعا لا، طبعا هو بيقدر الطالب نفسه يضيف مساقات لنفسه، يعدل مساقات لنفسه، يسحب مساقات من الجدول الدراسي تبعه، ممكن ينسحب من الدراسه، ممكن يعمل تسجيل لبطاقه الشؤون الاجتماعيه. كل هذه الحركات على مين؟ على نفس المستخدم اللي هو داخل فيه، لكن ما بيقدر يفوت على طالب ثاني ويعمل الشغلات هذه. هذا هو الهدف من المساق بشكل عام. طبعا احنا في النهايه حنعمل مشروع كامل متكامل، بحيث انه يبدا من الصفر، انه تصميم الواجهات الاماميه. طبعا احنا مش حنصممها، حنجيبها المره هذه جاهزه، لانكم تعلمتوها الفصل اللي فات كيف تبنوها. حنجيب قالب جاهز ونصمم عليه قاعده البيانات ونربطها، نربط هذه قاعده البيانات، نعمل برمجه ديناميكيه بحيث انه يصير تفاعل مع قاعده البيانات من خلال هذه القوالب. حنشوف كيف نعمل مثال او مثالين كامله. طبعا بالاضافه حنعمل حمايه، اللي هو حنقدم
يوزر نيم وباسورد لكل مستخدم عشان يقدر يفوت على النظام، وحسب الصلاحيات اللي موجودة عنده بيقدر يعدل أو يضيف أو يحذف أو يستعرض البيانات. طبعاً البرامج المستعملة هنا، ليش بنستعمل هنا؟ في برنامج اسمه Visual Studio Code، طبعاً الفصل اللي فات أنتم كنتوا تستعملوا Brackets، لا الآن في برنامج متقدم أكثر منه بنستعمله اسمه Visual Studio Code. يعني لو أجيت أنا شغلته هنا، هاي الـ Visual Studio Code، طبعاً هذا برنامج مجاني، هاي الـ Visual Studio Code. طبعاً هذا بيتيح البرمجة بعدة لغات، يعني ممكن تشتغلوا عليه PHP، ممكن تشتغلوا عليه HTML، ممكن تشتغلوا عليه CSS، ممكن تشتغلوا عليه كل اللغات اللي بدكم إياها. طبعاً هاي البرنامج هو بالطريقة هذه. طبعاً هذه أحد المشاريع اللي موجودة عندنا، حنشوفها كيف. طبعاً برنامج مجاني زي ما حكينا، راحين نستعمله. صار مستعمل بشكل كبير البرنامج هذا أو الـ ID هذا. طبعاً وين الرابط طبعاً؟ هاي رابط التنزيل طبعاً، بتاخده من هنا يا جماعة، هاي بتاخده زي هيك وبتروحوا على صفحة إيش مثلاً، هاي الطريقة هذه بضغط عليه في الكروم، وفي عندك هاي فتح لك مباشرة، بقول لك كود إديتينج، هايو داونلود ويندوز. إذا أنت عندك لغة، عندك جهاز تاني غير الويندوز، في للماك الناس اللي عندهم ماك، في للناس اللي عندهم لينكس، إحنا لا ويندوز. طبعاً هنا بتختار هاي بتعمل داونلود او تضغط داونلود مباشرة راح ينزل البرنامج. طبعا لاحظوا هيو فتح لي برنامج، هيو فتح لي ونزل لي ايش هاي ال 64، هو لحاله بيعرف انه 64 او 32 بت. طبعا هذا سهل، يعني نزلوا اعملوا دبل كليك نيكست 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 فينيش. وموجود ايضا معكم في الصفحة كيف تعمل تنزيل للبرنامج، هيو تنزيل محرر النصوص. هذا طبعا الخطوة الثالثة اللي هو ايش الفيجوال ستوديو. ماشي يا جماعة، في عندنا برنامج ثاني طبعا جوجل كروم لازم، لانه حنشغل كل الصفحات تبعتنا من خلال مين؟ من خلال المتصفح اللي هو الكروم، اكيد نازل هذا عندكم. المرة هذه حنستعمل برنامج جديد كمان مشابه للبرنامج اللي انتم استعملته الفصل اللي فات، اللي هو اسمه ايش رامب سيرفر. الان هذا بنستعمل اكزام سيرفر، هذا بنسميه اكزام سيرفر. ماشي يا جماعة، الاكزام سيرفر هذا وين الرابط تبعه؟ هي الرابط تبعه. انتم كمان لو اجيتوا هنا على الجوجل كروم، لو اجينا هنا مثلا على جوجل وكتبنا اكزام سيرفر، هي اكزام واعمل داونلود بس انتر، يعني هي على هي العلامه تبعته لو ضغطنا عليه. لاحظوا كيف في شيء بيقول لي في عندك داونلود، او هو مباشره فتح لي على الداونلود، بيقول لي ايش بدك تنزل للويندوز ولا للمينكس ولا للماك. الناس اللي عندهم اجهزه، طبعا احنا بنشتغل على مين؟ على الويندوز. طبعا لاحظوا شو النسخه اللي راح ينزل لي اياها، راح ينزل لي نسخه الاكزام اللي هي 7.4.10. طبعا هذه على ايش تحتوي يا جماعه؟ تحتوي على ثلاث شغلات اساسيه راح تلزمنا في الشغل تبعنا. لاحظوا هنا بقول لي الاكزام از كومبليتلي فري، برضه هذا كمان برنامج مجاني تماما، مش راح ندفع عليه فلوس ولا راح يلزمنا اي كراك له. طبعا بقول لي انه سهل في التنزيل وفي عمليه الديستريبيوشن. طبعا هو ايش بنزل هنا معه؟ بنزل مجموعه من البرامج. انا بتهمني البرامج مين؟ بهمني البرنامج في عندي هنا بي اتش بي، وفي عندي ايش بريل. طبعا انا بهمني البي اتش بي. البي اتش بي ايش راح ينزل معه يا جماعه؟ راح ينزل معه اللي هو اللي راح يترجم صفحات البي اتش بي. يعني البي اتش بي لما اجي اكتب الكود البي اتش بي مين بيترجمها؟ بدي مترجم لها. يبقى في عندي هنا الاكزام سيرفر حينزل المترجم تبع البي اتش بي، حينزل لي قاعده بيانات بنسميها ماي اس كيو ال. هي اهم شغلتين انا بهموني. طبعا في حاجات ثانيه كثير موجوده، في مثلا ماريا مثلا داتابيز، في لغه البيرل، في لغات ثانيه مالناش دعوه فيها. طبعا في برضه طريقه تنزيلها موجوده. طبعا في الاول شيء برضه طريقه التنزيل هي انا بذكرها هنا، هي طريقه تنزيل سيرفر محلي اكزام سيرفر، بتتبعوا الخطوات اللي موجوده معه برضه سهله ما فيش مشاكل. طبعا اول خطوه لازم انزل الاكزام سيرفر، وبعدين في حاجه بنسميها الكومبوزر. لاحظوا اخر حاجه الاداه هذه ايش الكومبوزر؟ هذه الاداه راح تنزل لي الادوات المساعده عشان استعمل مين؟ اللارافيل، عشان استعمل او ابني المشروع تبعي من خلال اللارافيل. وين هذا موجود؟ هي موجود كيت كومبوزر، او لو رحت وكتبت كومبوزر مثلا على جوجل، هيو طبعا التنزيل تبع الاكزام بس اضغطوا هنا هيو على الداونلود، هيو راح ينزل عندي.
اي اكزام ويندوز 64 بتنزل 7.4. ماشي يا جماعه. لاحظوا برضو في اضافات مجانيه، في للوورد بريس، في للجمله، في للدروبال مثلا على سبيل المثال. هذه كلها ادوات مساعده عشان تطور شغلك. يعني في ناس بيعملوا صفحات الوورد بريس بصمموا عليها او بيشتغلوا عليها، هذه صفحات بتصير تشتغل، يعني هي عباره عن قوالب جاهزه للانترنت وانت بتصير تبني الموقع تبعك من خلالها. الجمله مثلا، الدروبال هذه موقع خاص بالاي بزنس عشان تبيعه، تعمل نظام مبيعات وشغلات زي هيك، بيستعملوا الفريم ورك هذا اللي هو اسمه الدروبال. والجمله ايضا شبيه بالوورد بريس وشغلات زي هيك. الان لو جينا على جوجل كمان نفس الشيء وكتبنا كومبوزر، انا معطيكم الرابط على فكره، موجود الرابط. ماشي، لو ضغطنا كومبوزر بي اتش بي مثلا، ايوه شو كتب لي كومبوزر؟ جيت كومبوزر، هذا هو الشخص تبعه اللي هو الكومبوزر اللي هو المايسترو، هذا اللي بيكون ايش قائد الفرقه الموسيقيه. لاحظوا هنا لو جيت على الداونلود، بضغط على الداونلود هنا، لاحظوا كيف هي الداونلود تبعه، شايفينه كومبوزرز ناقص سيت اب دوت اكس اي، بضغط عليه هي نزل لي البرنامج تبعه. طبعا كيف طريقه تنزيله؟ برضه بنروح على مين؟ على هي انا اعطيكم فيديو هنا، بس في شغله مهمه كثير، لما يجي ينزل الكومبوزر بطلب وين مكان البي اتش بي، احيانا بجيبه هو لحاله، بقول لك انه موجود على السي، على الاكزامب، على البي اتش بي هذا. طبعا لاحظوا لما اروح انزل الاكزامب انا وين بنزل عندي؟ بنزل عندي على السي. هي اذا شايفين انتم، خليني اغير الايقونات هي لارج ايكون، في هنا طلعوا مجلد اسمه اكزامب سيرفر. ماشي، في بداخله راح يكون ملف اسمه بي اتش بي، هي هذا بيكون فيه المترجم تبع لغه البي اتش بي. هو ببحث عن مين؟ عن برنامج اي اكس اي اسمه بي اتش بي، هتلاقوه هنا. طيب ببحث عن هذا، بس اعطي له مسار هذا. ماشي يا جماعه، هي هذه الصفحه، هذه اهم شغله. يعني وانت بتنزل في الكمبوزر بقول لك تشوز ذا كوماند لاين بي اتش بي، يعني وين بدك تستعمل البي اتش بي، بس بعطي له مسار، واحيانا هو بيجيبه لحاله، بس ما في اي مشكله فيه. بعدين بتنزل محرر النصوص، ما في اي مشاكل. الان كيف بدي اشغل السيرفر هذا المحلي؟ السيرفر هذا تبعي لو ما اشتغلش عندي، برضه بنيجي على السي، في عندي الاكزام سيرفر هيو. لو اجينا احنا هنا هاي الايقونه تبعته اسمه اكزام ستارت دوت اكس اي، او في اكزام ستوب يعني بوقفه. لحن لاحظوا انا هنا مش شغال عندي، هي انا مش شغال. وفي اكزام كنترول، اكزام كنترول لو جيت ضغطت انا هنا ضغطتين، ايوه فتح معي الشاشه هذه. الان شو بهمني انا؟ بهمني الاباتشي اللي هو مترجم البي اتش بي، بهمني الماي اس كيو ال، في الفايل زيلا، وفي كمان التوم كات، هذول بهمنيش. انا بس بدي اقول لهذا ستارت وبدي اقول لهذا ستارت. طبعا انا ممكن اشغلهم كل ما يشتغل الجهاز تبعي يكونوا شغالين. وين بعمل؟ باجي على الكونفجريشن هنا، على الكونفجريشن هنا، وبقول له اوتو ستارت اوف موديولز، يعني كل ما تشغل الجهاز روح شغل الاباتشي والماي اس كيو ال عشان ما تعملش الحركه هذه مثلا على سبيل المثال. انا ما بديش اياهم يشتغلوا كل ما هذا. طيب الان كيف بدي اتاكد انه الصفحه تبعتي هذه اشتغلت؟ الان عمليه التاكد انه الصفحه تبعتنا اشتغلت، طبعا انا شغلتهم، لاحظوا كيف؟ هي قال لي الضوء اخضر هنا وضوء اخضر هنا. الان لو اجيت انا قلت له لوكال هوست على 8000، لوكال هوست على 8000، او حتى لوكال هوست بس بدون 8000، هذه 8000 عشان ايش اللغة، بس لوكال هوست زي هيك. ايوه شو راح فتح عندي؟ قال لي اكزام سيرفر، نازل عندك الاباتشي اللي هو البي اتش بي، الماري داتابيز، البي اتش بي، البيرل، هيهم. انا بهمني ايش؟ الاباتشي، انا اهم شغله عندي اللي هو سيرفر الاباتشي، صار شغال عندي. طيب وين الداتابيز الماي اس كيو ال؟ طبعا لاحظوا هيو بي اتش بي ماي ادمن، بي اتش بي ماي ادمن، اروح دخلت عليها. طبعا هذه بتوديني على صفحة مين؟ قاعدة البيانات، عشان نصير ننشئ قاعدة بيانات من خلالها. هذه هي صفحة قاعدة البيانات اللي موجودة عندي، اسمها بي اتش بي ماي ادمن. هي اعطاني اسم السيرفر، هي الداتابيزز كلهم، هذول كلهم داتابيز موجودين عندي. يعني لاحظوا لو اجيت دخلت على مثلا بلوج هذا اللي رايحين نشتغل زيه، هي في عندي كل الجداول هذه موجودة ايش؟ في
في الداتابيز اللي موجودة عندي. لو اجيت انا مثلا ضغطت على البوستس مثلا على سبيل المثال، راح يعطيني كل البيانات اللي موجودة في الجدول، هي صدفة بس في سجل واحد موجود عندي انا. ماشي يا جماعة؟ طيب نرجع للتوصيف. طبعا التنزيل تبعهم سهل، ما في اي مشاكل فيهم. في اي واحد واجهته مشكلة ممكن يبعث لي بالايميل او على مجموعة الفيسبوك، يضيف سؤال او يضيف الصورة اللي ظهرت معه المشكلة. طبعا بخصوص يا جماعة مجموعة الفيسبوك، الرجاء من الجميع التسجيل في صفحة الفيسبوك مع إضافة جميع البيانات، و يعني في صفحة الفيسبوك بطلب منك اسمك ورقمك الجامعي ومكان الدراسة، رجاء الكل يعبي البيانات. في عندنا مجموعة من الكتب المقررة احنا نزلناها هنا على الصفحة عندنا، هيها هاي الكتب المقررة اللي هو تصميم المواقع. في عندي تصميم مواقع إلكترونية، طبعا هذا تصميم مواقع إلكترونية الكتاب هذا موجود فيه، خليني أفرجيكم إياه. هذا مشروح في HTML، مشروح في CSS، هذا هو الموقع نفسه في HTML، في CSS، في سيو كمان، عمليات تتحسن أداء البحث تبعي لما الناس تدور علي، سيرش انجن اوبتمايزر، في البي اتش بي، في الجمله. انا بهمني هذا، خذ الجزئيه هذه اللي موجوده هنا. ماشي يا جماعه، لغه البي اتش بي. ايضا انا معطيك كتاب ثاني هنا، لاحظ تعلم البرمجه بلغه البي اتش بي كمان، برضه بشرح بالتفصيل. هذا برضه كتاب باللغه العربيه ايضا، هيو هذا بشرح كل المواضيع اللي احنا بدنا نغطيها في اساسيات البي اتش بي. ماشي يا جماعه، الثوابت والدوال، المصفوفات، ارسال المتغيرات اللي هي جيت والبوست، السترينج اللي هي السلاسل النصيه، الجيسون ممكن ناخذها نشوفها كيف، السيشن والكوكيز، التاريخ والوقت، المجلدات، قواعد البيانات. ماشي يا جماعه، التعامل مع الصور ايضا هنشوف كيف بتعامل مع الصور. هذا موجود فيه شغلات كثيره، يعني ممكن تستفيد من هذا الكتاب بشكل كبير حتى اللي بده يكمل اكثر من هيك. بالنسبه لللارافيل، نحن نتعلم عن لارافيل بشكل كبير لانه هدفنا الاساسي نطلع من المساق هذا، بنشتغل لارافيل يا جماعه، بنشتغل لارافيل. لارافيل في عندي كتاب هنا، هي لارافيل للبيجنرز، طبعا هو موجود باللغه الانجليزيه بس احنا ممكن نتطلع على الامثله اللي موجوده عنده. ممكن تستعمله ايضا اللي هي خاصيه الترجمه تبعت جوجل، يعني ممكن تاخذوا هنا الترجمه زي هيك كوبي وتروحوا على جوجل ترانسليت مثلا على سبيل المثال، هاي translate.google، وتحط هنا انه بدي ترجم من اللغه الانجليزيه للغه العربيه زي هيك، بصير تستعمل الطريقه هذه بحيث انك تفهم الكتب اللي باللغه الانجليزيه، لانه يعني معظم الكتب اللارافيل موجوده باللغه الانجليزيه، لحد الان فيش كتب مترجمه للغه العربيه. ماشي يا جماعه؟ طبعا في كتب اضافيه انا نزلت لكم اياها اللي بحب يطلع عليها. طبعا حنعتمد المرجع الاساسي تبعنا اللي هو مين؟ تبع موقع اللارافيل، حنشوفه هنستعمله كتير واحنا بنشتغل يا جماعه. هتشوفوا كيف هجيب اكواد كتير منه لانه انا مش هحفظ الاكواد. هاي لارافيل، لو كتبت لارافيل انا بس لحاله، هاي لارافيل فريم ورك بي اتش بي. لاحظوا هنا، بس خليني ارجع، طبعا لاحظوا هنا تعريف من الويكيبيديا، هاي الاشاره تاعت اللارافيل. اللارافيل از فري والبي اتش بي فري كمان. هذا اوبن سورس بي اتش بي، يعني اللارافيل مبنيه على البي اتش بي، عشان هيك احنا لازم نتعلم اساسيات البي اتش بي وبعدين نفوت على اللارافيل. هاي اللارافيل المرجع تبعها شو اسمه، هي دوكيومنتيشن يعني المستندات. لو دخلت انا هنا هي بيعلمك كل شيء تقريبا، حنمر على معظم الاجزاء اللي موجوده هنا. ماشي؟ بعد هيك خلينا نشوف الجدول تبعنا الزمني. طبعا في المفروض الاسبوع الاول مقدمه عن البي اتش بي، تنصيب السيرفر انا بهمني هذا، لازم تنزلوا كلكم اليوم يا جماعه، ينزل الثلاث برامج هذول، ينزل البي اتش بي اللي هو الاكزام سيرفر، وينزل الكومبوزر، وينزل الفيجوال ستوديو اللي هو البرنامج تبعنا. ونزلت انا محاضرات اساس مراجعه للي اخذتوه الفصل اللي فات، هيو في طريقه كتابه الكود البي اتش بي، المتغيرات البي اتش بي، العمليات الرياضيه، المصفوفات. انه انا اليوم حنزل، حابدا اشتغل من عند المصفوفات المتقدمه، يعني حمر على هدول بشكل سريع بس حنزل اول فيديو عن حبدا من عند المصفوفات. ماشي يا جماعه؟ لانه تقريبا هذا معظمه انتم اخذتوه
في مقدمة البرمجة، أخذته في برمجة واحد، مثلا تصميم موقع برمجة واحد، وفي برمجة واحد يعني الأساسيات هذه أخذتها أكثر من مرة في أكثر من لغة برمجة. بعد إحنا بدنا نبدأ في المواضيع المتقدمة في بي اتش بي، ماشي يا جماعة؟ بعد هيك في الأسبوع الثاني حنشوف بعض الدوال اللي بتقدم لي إياها البي اتش بي، طبعا هذا كله بي اتش بي لحد الآن. إحنا حنشوف العبارات الشرطية اللي هي الإف والسويتش والشغلات هذه، حنشوف حنتعامل مع التاريخ والزمن لأنه مهم كتير، حنستدعي أكواد برمجية من ملفات خارجية، يعني مثلا الآن الكود تبعي مش لازم يكون كله في ملف واحد، حجزء الكود تبعي على أكثر من ملف، نشوف كيف نستدعي أكواد من ملفات خارجية من خلال في دالتين عندي اسمهم include require. حنشوف في حاجة أو باراميتر اسمه sign dollar underscore server، طبعا هذا بيبعت متغيرات جلوبال بين الصفحات، حنشوف كيف نتنقل بين الصفحات وتمرير واستقبال البيانات من خلال الجيت والبوست، يعني كيف ببعت البيانات تبعتي من جهازي للسيرفر مثلا اللي مخزن عليه الاباتشي مثلا على سبيل المثال. الدوال النصية برضه حنشوف كيف نتعامل معها مع النصوص. التحقق من البيانات والفلترة، يعني حنعمل فلتر اند فاليديشن، يعني مثلا على سبيل المثال لما انا اجي اطلب اقول عبي بيانات الطالب لازم يكون اسمه الرباعي ورقمه الجامعي ومكان الدراسة، اذا اي واحد فيهم مش موجود مش لازم يقبل انه ايش يخزن البيانات. نماذج الادخال برضه حنشوف كيف نتعامل معها في الفيل بي اتش بي اللي هي الفورمز، هاي هي الفورمز. حنشوف حاجة بنسميها الجلسات والتعكات اللي هي بنسميها السيشن والكوكيز، هذه بعض البيانات احنا بنضطر نخزنها وين، على جهاز المستخدم او على السيرفر مثلا على سبيل المثال. زي مين؟ اذا بتلاحظوا انتم في الايميل لما تيجي تفوتوا على الايميل احيانا بكون مخزن اليوزر نيم والباسورد على جهازك، طب كيف خزنه؟ هو بيجي بيقول لك اخزن لك اياهم في المتصفح، هذه من خلال ايش؟ من خلال السيشن والكوكيز بروح يخزنهم عندك على الجهاز. في الأسبوع الرابع حنشوف مقدمة عن الماي اس كيو ال، حنتعامل مع قاعدة البيانات، حننشئ قاعدة بيانات، حنعمل مثال بسيط على البي اتش بي هذه، نعمل إضافة تعديل حذف، ونشوف كيف بتعامل معها قاعدة البيانات. الآن حيجي عندنا امتحان النصف الأول، هذا في الأسبوع الخامس. بعد هيك الأسبوع السادس حنبدأ نحكي عن الملفات النظام، يعني كيف أحمل صور على الداتابيز، كيف احمل ملفات فيديو مثلا. بعدين حنحكي عن حاجه بنسميها الاوبجكت اورينتد، مقدمه عنها لانه كل اللارافيل مبني على الاوبجكت اورينتد، وحنبدا في اللارافيل ناخذ ايش الاول مفاهيم العمل باطار العمل اللي هو اللارافيل اللي هو بنسميه ام في سي، حنفهم ايش يعني الام في سي اللي هو مبدا معتمد على الاوبجكت اورينتد. بعدين حنشوف مكونات اللارافيل، حنبدا في مشروع، لما نبدا في اللارافيل حنبدا في مشروع كامل متكامل، حنشوف كيف الواجهات، حنشوف كيف الكنترولرز، بعدين حنشوف الموديل كيف اللي بتعامل مع الداتابيز، بعدين حنبني الداتابيز اللي هي ماي اس كيو ال ونتعامل معها بطريقه مختلفه عن اللي تعاملنا بالطريقه العاديه، حنشوف طريقه جديده المره هذه. بعدين حنشوف انواع العلاقات في الداتابيز كيف نمثلها، وبعدين حنعمل نظام المستخدمين اللي هو اليوزر اوثنتيكيشن، عمليه التحقق من المستخدم قبل الدخول، وبعدين حنعطي لكل مستخدم صلاحيات، حنشوف كيف الصلاحيات هذه. حنرفع برضه من خلال اللارافيل، حنرفع ملفات صوت، صوره، فيديو، اي حاجه بدك اياها. اخر حاجه حنوصل لها اللي هو كيف نرفع الموقع تبعنا على الانترنت، احجز دومين وانشئ الداتابيز تبعتي على الدومين وانشئ يعني اعمل نشر للموقع تبعي عشان الناس تصير تتعامل معه. الان طبعا لاحظوا انا في الاسبوع العاشر في عندي ايش؟ الامتحان النصف الثاني. هنحكي عنه الان كمان شوي، بعدين هنا في الاسبوع الثاني عشر والثالث عشر هنعمل مشروع ثاني، هنعيد نفس كل المفاهيم اللي اخذناها من هان لعندها، هنحاول نعملهم في اسبوعين بشكل سريع. في الاسبوع الرابع عشر اللي هي مناقشه المشاريع كلها، بعدين بتخشوا على الامتحانات النهائيه. طبعا مهم جدا انك تحضر معي المحاضرات اللايف وتتبع صفحه الموديل، لانه حيكون في وراء كل محاضره تقريبا في امتحان كويز اللي هو الاختيار المتعدد والصح والغلط والوصل، ماشي يا جماعه؟ نرجع لاهم شغله انتم بتدوروا عليها مهمه كثير. الامتحان النصف الاول والثاني كل واحد 15 15 15، بعدين في عندي اعمال السنه اختبارات قصيره على الموديل وواجبات حيكون عليهم 20، ماشي يا جماعه؟ ممكن كل اختبار ثلاث علامات او علامتين حسب نشوف كم اختبار احنا ممكن نعمل، بس المفترض انه احنا ورا كل محاضره هحط لكم ايش يا جماعه
هحط لكم اختبار قصير من سؤالين لخمس أسئلة. الآن مطلوب منكم في الامتحان النهائي، عليه 50 يا جماعة، لاحظوا كيف هذول التنين عبارة عن امتحان نهائي. الامتحان النهائي بدي أقسمه إلى مشروع، بدي تعمل لي مشروع كامل متكامل، وبعدين بدي إيش في الامتحان النظري عليه 20. المشروع هذا عبارة عن إيش؟ بدنا نعمل مشروع كامل قاعدة بيانات وواجهات أمامية اللي هي ال HTML وال CSS، طبعا هذه حتجيبوها جاهزة حنعلمكم إياها. حنشتغل برمجة ويب سيرفر لارافيل اللي هو البي اتش بي لارافيل حنشتغل، وبعدين في مناقشة على الزوم. أي واحد ما بيناقش على الزوم يا جماعة بياخد صفر، حتى لو سلمني مشروع من الآن بنتفق. المشروع لازم عشان تاخد علامته لازم تناقش، ال 30 علامة هذول لازم تناقش، واضح يا جماعة؟ وراح يقسم العلامات على قاعدة البيانات، على الواجهة الأمامية، على برمجة السيرفر اللي هي البي اتش بي لارافيل. طبعا احنا هذا كله حنشوفه من خلال مين يا جماعة؟ حنشتغله من خلال لما نبدأ هنا في اللارافيل، في عناصر التحكم، بعدين قاعدة البيانات، بعدين أنواع قاعدة البيانات والتحميل، وبعدين المشروع الثاني، حتشوفوا الخطوات كلها. بعد اللي بتبع معي في المحاضرات حيعرف يشتغل المشروع أول بأول. واضح يا جماعة؟ طيب الآن في أي سؤال، في أي استفسار بخصوص المادة، بخصوص توزيع العلامات؟ الموعد هذا مناسب لإلكم؟ احنا نعتمده كل أسبوع. طيب اللي عنده مشكلة في تنزيل البرامج برضو يحكي معي، هاي نسمع عندها مشكلة. بس خلينا نخلص الآن توزيع العلامات عشان عنده خلص الفيديو. إذا خلص الفيديو ارجعوا اشبكوا على نفس الرابط كمان مرة، ماشي يا جماعة؟ في حدا عنده مشاكل في تنزيل البرامج؟ لأنه لازم كل يكون نازل عنده البرامج، هذه شغلة. شغلة ثانية، في حدا عنده مشكلة في الموعد؟ كل أحد حنصير نشتغل من 9 لـ10 زي هيك لايف. ما يا جماعة في حدا عنده مشكلة؟ طيب ما فيش حدا عنده أي مشاكل، حنعتمد الموعد هذا بالنسبة للطالبات. وحيصير كل سبت، يعني كل اسبوع حينزل عندكم محاضرتين يا جماعه مسجلات، المفترض انكم انتم تدرسوهم، وبنيجي بنعمل لقاء زوم زي هيك، مين ظهر عنده مشاكل، مين ما زبطش معه اي شغله عشان نشوفها. ماشي يا جماعه؟ طيب خليني اوقف انا التسجيل.